بصفة عامة، بخصوص ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع الحكومة. فيما يخص النضالات التي نقوم بها كحركة نقابية بصفة عامة والاتحاد المغربي للشغل بصفة خاصة، ثم ما هي المحطات النضالية المقبلة بعد واحد الندوة صحفية اللي عقدناها يوم الثلاثاء واللي عنا فيها على برنامج نضالي يمتد على مدى 3 أشهر. كنقول ما عندها شي عرض تقديمي كبير. بسم الله الراعه ومصرها يقول لنا عندهم شي اسئله نديرو كيستيون ريبونس. على الاستجابه ل الزملاء الاعلاميين، فعلا بغينا نعرفوا فين وصل التنسيق مع باقي المركزيات النقابيه ولما لا مع المنظمات السياسيه في بوره واحد المشروع ديال محطات نضاليه احتجاجيه قادمه بالثلاث 3 أشهر القادمه. هذا الجانب المتعلق بالساحه الوطنيه. واش ما كتفكروش السيد الامين العام المحترم خاصة أمام الدور الريادي والقيادي اللي كيلعبوا الإخوان ديالكم في الأمانة الجهوية في الناظور والتدريب، التواجد ديالهم مستمر، التجاوب ديالهم القائم اللي كيشهدوا به الإعلاميون ولا الجمعويون، لأنه هما لاصقين دائما تعيشوا واحد العلاقات لصيقة بينهم وبين الأنشطاء الجمعويين والفاعلين الجمعويين والإعلاميين، وهذا تؤكده المشاركة المكثفة ديال رجال الإعلام فقط مع المسيرة ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي كتنظم كل فتح. واش ما كتفكروش أمام هذا الدور المتسع اللي كيقوموا به الإخوان ديالكم هنا أنه يكون عندكم شي مقر مناسب للناظور والدريوش هنا ديال الأمانة الجهوية يستجيب اعداد ويستجيب لانشطات ديال الاخوان ديالكم في الاقليم. شكرا سيدي. يعني جوج ديال الاسئله، السؤال يتعلق ما هو وطني والسؤال يتعلق ما هو محلي. السؤال الوطني وهو امام تعلم الحكومه ديال اللي كيفاش الاستاذ عبد الاله الجيران، واش كتظن انه المحطات النضاليه اللي كيقوموا بها النقابات اكثر تمثيليه قادرين تقدر انه تضخ من تيران باش يتنازل، خاصة وأن التصريحات ديالو كيقول بأنه هو راه مستمر وما مسوقش النقابات. والسؤال المحلي يتعلق بالمشاكل، ربما السي محمد عنده معلومات أكثر، ما يتعلق بالمشاكل اللي كيعانيو منها العمال المغاربة في مليليا المحتلة. يعني كاين شي مشاكل كبرى تيعانيوها المغاربة اللي كيشتغلوا في مليليا. مرحبا بكم في المدينه ديالكم الثانيه هي الناظور. السؤال ديالي يتعلق بهذه المناسبه ديال الاحتفال التاسيسي 61 للاتحاد المغربي للشغل اللي احتفلتوا به في الناظور. السؤال ديالي واش هذه الفكره جات يعني عفويه ام انها ضربه موجعه للحكومه مع هاد الزلزال يعني اللي الحكومة كانت هزات واحد سميتو درت واحد موقف متفرج، ولكن كنحييكم من الموقع ديالي على الوعد ديالكم اللي قلتوه في الخطاب ديالكم بان فاش غادي ترجعوا سميتو للمركز غادي تزودوا الساكنة ديال الريف بالخيام. هذه مشكورة رغم ان سميتو الموقف ما غاديش يتاخذها الاتحاد المغربي للشغل، كانت على الحكومه هي اللي غادي تبادر وهي اللي غادي تاخذ هذا سميتو هي اللي غادي تاخذ هذه البادره. ولكن كنكرروا التشكرات ديالنا سميتو السيد الامين العام للاتحاد المغربي للشغل على هذه المبادره، وكنشكروا على الاحتفال ديالو اللي جا، وانا كنقولها وكنكررها ضربه موجعه للحكومه وشكرا. ملي الله تعين على كل حال احنا
الديمقراطية من بعد الدستور ديال 2011 ومن بعد الانتخابات خرجت الحكومة ورئيس الحكومة طلب باش يشوفوا يدير الاتحاد المغربي للشغل. مشينا عندو ديك الساعة باقي ماشي في رئاسة الحكومة خدمنا في الحزب ديالو وعطيناه مواقفنا اشنو اللي نطلب منه وقال لنا اشنو اللي يعني ممكن لي ندير منه دابا بعدا سير قبل حكومتك جمع الوزارة ديالها شكل حكومتك وغاد نعطوك الوقت تطلع على الملفات وكنطلبوا منك اي قرار كيتعلق بالشؤون ديال المأجورين يتم فيه الاستشارة ويتم التفاوض حوله ويتم التوافق والتراضي وشرحنا له وقلنا له الله يعاونك الوغ دار 6 شهور نجرة العادة في الاتحاد المغربي للشغل ما كان يحكموش على اي حكومة من جو الكونسيل ديالها كنخليوك في الاعراض الديمقراطية 100 يوم لي 100 جور ديال غوفرنمون ملي داز هاد 100 جور قلنا له دي فوالا دابا يمكن تطلع تعلمي على كل حال النوبة الأولى طلب منا باش يفهم كنعطيكم هاد لي ديتاي لأن مهمين يعني باش يفهم شنو هو هاد الشيء وتشاوري العقل من بعد ملي ما ملي فهم خص نعاودو نشرحو ليه من بعد ما شرحنا ليه ما كاينش الإرادة كاينش لا فولونتي بوليتيك نهائيا حنا في الحركة النقابية طبيعة العمل النقابي وهو الحوار والتفاوض شو غير ملي كتحسو شي نقابي في شي معمل كتكتب للبطل وكتقول له عقد لقاء مع الممثلين ديال الخدامة من أجل نخدمو لك المطالب ديالك فهاد التنسيق النقابي ولو ما استطعنا شيء كما كيقولوا جلبوا منفعاتهم درنا درء مفسدتي لان كاين جلبوا منفعاتنا ويوم اللي كنجيبوا الزياده في الاجور والزياده في التعويضات لا هو كما فعلنا مع الحكومه السابقه وخاصه كنبقاو ناكدوها ونقولوها مع السيد دريج الله يطبقه بخير ومع السيد عباس فاسي جلبنا زياده في الاجور لا ننسى ان الاتفاق ديال 26 ابريل 2011 استطعنا باش حصلنا على 600 درهم كزيادة عامة لجميع الموظفين الجماعات المحلية في الإدارات العمومية في المؤسسات العمومية واستطعنا باش نمدوه للقطاع الخاص بالقياس مثلا القطاع البنكي إخواننا مشاو عند جي بي بي ام وقالوا لهم فوالا فلورينور بزاف ديال المؤسسات إذا هادو على الأقل هاد التنسيق النقابي وقفناهم على حد الحوار كيفاش كنشوفوه كيفاش كيشوفوه عبد الإله بن كيران مخالفين حنا بالنسبة لنا الحوار وهو حوار حول نقاط مضبوطة حول مطالب معروفة كيوقع التفاوض عليها طبعا كنخرجوا بالتزامات وتعاقدات هذا هو الحوار اللي متعارف عليه دوليا وكما قلت لكم حنا دائما كنجيو للادبيات منظمه العمل الدوليه هو بالنسبه لي الحوار وهو نجتمع للدردشه نجتمع لاخذ الصور نجتمع للاستهلاك الاعلامي ودخل فارغا وخرج فارغا فدرنا مع جربناه النوبه الاولى والثانيه والثالثه من بعد كل مره كنفهمو فاذا هذا هو الخلاف اللي عندنا مع عبد الاله بن كيران ومع الحكومه لان ملي كلموا عبد الاله بن كيران لا ننسى بان كاين 4 احزاب كتكونوا دونك كاع المكونات الحكوميه كلموها حتى هي لو اردنا غير كل شهر يشوفنا بن كيران ونبركوا معاه لا واش غادي هذا الحوار الفارغ هو باش الاخوان غادي يخلصوا تكاليف الحياه والعيش وهذا
فإذا هذا الخلاف الأول الكبير حول مفهوم الحوار الاجتماعي، وكما قلت لكم وصلنا هو لا يؤمن، لا يؤمن. وصلت لي واحد النهار قال لي سي مخالف نقول لك أنا هذا الشيء ديال الحوار الاجتماعي ونجي ونتفاوضوا هنا وكذا إلى آخره، أنا ما داخله شيء لي أنايا، إذا كان شي حاجة ضرب لي التليفون ولا ضرب لك التليفون، ماشي هذا فصال ديالو بينكم سي مخالف. يبي حنا عندنا 10 مطالب مضبوطة، مثلا لا يمكننا أن نتخيل حوار اجتماعي بدون مناقشة الزيادة في الأجور، لا يمكن. لا يمكن، وكنعطيوه ماشي كنقول له غير عطينا الزيادة في الأجور، كنعطيوه لي زيتود الدراسات اللي دارها الاتحاد المغربي للشغل، كيفاش لو كود لا في أوغمونتي، كيفاش الأجور مجمدين. كنعطيوه حاجة أخرى، كنعطيوه غير مثال بسيط ديال التعويضات العائلية ديال الأطفال، وكنبينو له المنكر. ألوغ التعويضات العائلية مع الحكومة ديال عباس الفاسي في اتفاق 26 أبريل استطعنا، طلعنا من 150 ل 200، حنا عندنا مطلب واش 200 درهم هي اللي غادي، ولكن انتزعنا. ألوغ مع هذه الحكومة كتقول واش 200 درهم هي اللي غادي تكفي لكل طفل؟ لا، كاين حيف كيعطيك 200 درهم غير ثلاثة الدراري الأولين، الرابع كيعطيه 36 درهم. حتى من الناحية ديال الميز بين الأطفال، وكتعطي اقتراحات كتقول له مثلا دابا الدولة عاجزة على باش المدرسة العمومية تقوم بالواجب ديالها، وبالتالي كل الناس من العامل البسيط والموظف البسيط إلى الإطار مضطرين يمشيو يديروا التدريس ديال الأبناء في المدارس الحرة اللي كلكم كما كتعرفوا غالية بزاف على باص تدخل السلطان ولا صورة وزيد بزاف. كتقول له كانت بداية الدراسة ديال باش نحيدوا المصاري ديال التندروس ديال الابناء من الوعاء الضريبي ديال الاجور ديفالكي لي فري دو سكولاريتي من لاسيت امبوزابل، وكنا بديناها ودار الدراسه ما غاديش نحيدوهم كلهم، قلنا غنبداو 30% ومن بعد 40 وغادي التدرج باش نشجعوا الناس باش يديو باش لا كاليتي الجوده تيري المدرسه العموميه فير لو هو. وهكذا كل حاجه ما كنقولوش غير بغينا، كنعطيو للحجاج. فكما قلت لك عندنا 10 المطالب، ولكن ما الراجل ما كيامنش بهذا الشيء. من بعد عندنا الخلاف الكبير مع ملف التقاعد، ملف التقاعد نقولوا لا ما كانش كيفهم في هذا الملف والو، فهمناه من بعد صافي بغا يتصرف بطريقه احاديه. غور في البلدان ديال الدنيا كلهم لا يمكن اصلاح ملف التقاعد بدون الموافقه واشراك الحركه النقابيه كل شيء الدنيا. فانتم شفتوا كيفاش عطيناه المذكرات وشرحنا ليه و ومن بعد تم تهريب هذا الملف دوزوه مجلس حكومي دغيا، ومن بعد تم تهريبو للبرلمان مجلس المستشارين زعما يصحابنا حنايا دغيا كنتبعو. راه دابا هادي الاجتماع الرابع، والاخوان ديالنا والاخوات في مجلس المستشارين مع باقي الحلفاء ديالنا والو كيجيو دوك جوج الوزاره وزير الماليه ووزير الوظيفه العموميه كيبغيو غير كيبداو يشرعوا في دراسه ملف التقاعد. طبعا البرلمانيين ديالنا اللي تماك راه ماشي برلمانيين ديال ولاد الالباء والصغار ياك، او حيد بالك سيد المستشار البرلمان تماك سي دي ميليتون سانديكاليست مناضلين. فكل مره كنجريو على ديك الوزاره من البرلمان للمره الرابعه وغادي نبقى البلاد الجاي عاد ثاني معركه اخرى. فهذو هما الاخوان. اذا امام هذا الوضع ما عندناش خيار، اما تقويه الجبهه النقابيه كما قال الاخ شوقي، تقويه هذه الجبهه النقابيه باش فتحنا الباب للاخوان ديالنا اللي امنوا بالمبادئ ديال هذا التنسيق النقابي وبالميثاق ديالو. وفي اللقاء الاخير معك كل اتحاد مجلس كيفاش طرا موي كيفاش طرا هذا كله 100% اتحاد مجلس.
كيفاش لاسينيساس وكيفاش وكيفاش الى اخره. رونو نيسان في طنجي 7000 6800 خدام رونو نيسان في المعمل ولا كلشي وقف بيونتي امانديس ريضال المودو لوينر وهكذا طويله. ف هاد النضالات اللي كنقوموا بها كما قلت يعني قمنا بالواجب ديالنا وحنا مرتاحين من الناحيه المعنويه بيان. انا عندي اليقين بان الحكومه هما اللي في واحد الحاله واحد الوضعيه صعبه كيفاش يخرجوا منها مع الحركه النقابيه وحلين 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 من جهه كل شيء كيلومهم بان هما اللي فسدوا العلاقات وهدوا السلم الاجتماعي في البلاد ديالنا هدوه وكيهدوا حتى التماسك الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي بالسلوك ديالهم. حنا لحد الان المسيرات والاضرابات اللي درنا راكم شفتوا حضاريه سلميه تخيلوا دزنا في المسيره ديال الضرب ولا المسيرات بجوج ولا جاجه هرست ولا قرعه سيدي علي صغير قرات لحت على شي فيترينه ولا شي بنكه. دونك حنا بينا على الوعي ديالنا على ماتوريتي ديالنا. دونك هما اللي عندي اليقين بان مرات كلهم هذوك انا قلت لكم اللي كيجيو معايا للوزاره غير هذه واحد 4 ايام قبل ما نجي عندكم واحد الوزير دوا معايا مسكين والله الا كيتالم هو كيتالم. اذا كاين واحد الايات في القران زوينه بزاف بعد اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. يمكن كيبان بان احنا كعمال كمراقبين كنتعلموا ان تكونوا تعلمون فانهم هم بالكيران يعلمون كما تعلمون حتى هما يصون ولكن احنا لا ديفيرونس مرجو من الله ما لا يرجون. وقلنا الجهاز درنا كل ما يمكن نديروه والنضال مستمر ان شاء الله وكما قلت النصر غادي يكون الحليف ديالنا. هذه المشكلات مع بنكيران ماشي مع الحكومه لا 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 كلموا الحكومه كلها لان كما قلت لك على هذا بنكيران غلب التجمع الوطني للاحرار وغلب البي بي اس وغلب العنصر مع الحكومه وكل المكونات ديالها. ولكن عندنا المشكل مع بنكيران وباش ما نقولش بنكيران مع رئيس الحكومه هو اللي شاد الاوركسترا كيعطيه مجموعه الصلاحيات الو هو اللي انا كما قلت لك فرادى كيجيو عندنا رؤساء الاحزاب كيقول لك والله العظيم الى هذا السيد باش نقول واحد الكلمه الله يهديه الوزراء انا ملي كنتلاقى معاهم ولا الاخوه ولا كيتصلوا واخا عارفين روسهم بان راه كيتسجلوا وانايا جوج في ستوزيكوت كيقول لك هاد الخيمه كرنا وني با داكور ما تبقيش معاك دونك هو اون طونك رئيس حكومه شاف دوركاستر شاف الحكومه اي بي المكونات ديال الحكومه ما معنى باش الحركه النقابيه كتدير مسيرات واضرابات و وهو زعما ما ديك متعنت بزاف عليها كنقولوها بعض المرات باش نبيكيو. ولكن انا كما قلت لك عندنا حنايا المعطيات بان هما اللي واحلين حنا اوني اغاز كنقابه بخير الو غير حنا التجربه بينات بان ان شاء الله غادي سننتصر ان شاء الله لان العمل النقابي كاين الامل الاسبوار هو اللي باش عايشين هو الاكسجين ديالنا لاننا غادي ننتصر ان شاء الله لان مطالبنا عادله ومشروعه. وملي كنجيو غير كتبدا اخر لقاءات اللي كنا درنا مع الشهر ديال جوان ما كيلقيتش يجاوب اخر لقاء
اتصل بي، نعطيكم كل شيء حيت انتم اصحابي واصحاب عزاز عليا المغرب الشرقي والريف. واحد النهار اتصل قال لي بغى يشوفني على هذا الشيء الحوار كيفاش نخرج. قلت له بدا السي عبد الاله انا بوحدي ما ماشي اولا ماشي طاقه لي تشوفني بوحدي، غتشوفني عندنا قياده. ثانيا اللي كنقترع عليك، حنا بعدا تنسيق نقابي، اللي كنقترع عليك غادي يجيو الامناء ديال اربعه المركزيات ونجيو عندك وتقول لي بعدا شنو واجدوا الاعمال. قال لك نشوفوا كيفاش نخرجوا من هذا النفق اللي ما كاين حتى مشكل. دونك مشينا عندو بربعه ديال الامناء بيان سور لو ليو ما مشينا، ما بغيناش نجتمعوا معاه في رئاسه الحكومه، لان الا اجتمعتي معاه في رئاسه الحكومه غادي يقول لك راه كنجتمع معاهم كندير معاهم حوار باش ما يتحسبش علينا ثاني. كتعرفوا هو كتقول له السلام عليكم كيقول لك راه درت معاك الحوار اصلا انت هكا. بالنسبه لهذا دونك ما اجتمعنا انا في رئاسه الحكومه، اجتمعنا في واحد اللوكال ديال دار المخزن ياك في الرباط معروف، ولكن ماشي رئاسه الحكومه. ثلاثه السوايع حنا كنفهموا للراجل اشنو هما الحلول في ميدان التقاعد، في الزياده، في التعويضات، في الحريات النقابيه، كل شيء صافي. كي ما كيبقى يصيب ما كيقول لك صافي فهمت، اعطيوني راح 48 ساعه وغادي يكون خير وغادي نرد عليكم الجواب. ما عرفتش كيوقع لي 48 عطينا احنا 13 يوم من بعد درنا اضراب عام ديال 24. فوالا الاخوان ديالي. اما فيما يخص الاحتفال، الاحتفال كانوا الاخوان ديالكم في الامانه الوطنيه قررنا باش نحيوه. هذه واحد 2013 حين الذكرى ديال 8 دجام ديال 52 في مدينه طنجه وفي الشمال كاع تطوان العرايش القصار كل شيء جاوا الاخوان تما، وكنا قررنا باش غادي نديروا الذكرى في خارج مدينه الدار البيضاء على واحد المناسبة كنظن ديال المسيرة ياك. جا عندي الأخ بوجيدة مع واحد الرجال ومع الإخوان وقال لك خصك كذا واش كذا، ومادام إخواننا في الريف عزاز عنا ويستحقوا كل خير. دونك بعيدة عن الزلزال، ساعة كاع ما كان الزلزال، هادي واحد ثلاث شهور كنظن طاقنا مع الإخوان ديالنا باش نجيو ونزوروهم ونحيو معاهم صمت رحيق. هذا الموقف الحكومة المتفرج غريب وديال السلطات العمومية وما كانش كيطلب منهم شي حاجة كبيرة. اون سيلول ديكوت يديروا واحد لا موبيليزاسيون باش يوعيو عباد الله، يديروا لي سابور بومبي يمشيو يجيبوهم من فاس ومن الاقاليم المجاورة ويديروهم احتياط. اما تا توقع الواقع عادي يبداو يجيو الكاميوات ولا قدر الله وما غادي يوقع والو ربي غادي يحفظ البلاد ديالنا ويحفظ الواقع هادي. وهكذا، ولكن سلطات عمومية ولكن سلطات حكومية كذلك، لأن تا هنا مسؤولية الحكومة ثابتة باش غير يديروا المساحبة ديال الساكنة من ناحية النفسية والبسيكولوجية راه جد مهم. حنا معنا واحد الراجل ها هو هنا كيدخل عام زلزال ويلا كان راه عندك هذيك لاكومبانيومون سيكولوجيك راه جد مهمه وعلى كل حال الناس كتطمئن. سيرتو شفنا الاخوان من ليليا اكوتي لي زيسبانيول اش كيديروا الساكنه ديال ليليا. فاحنا هاد الاخوان هادشي اللي طلبت من الاخوان وان شاء الله غادي طبعا نديروه. الاخوان جابوا لي ورقه قال لك لا تنسى ياك كنت بان كان موعد ياك في لقاء في وزاره الخارجيه. الوغ
وطبعا هاد العمال مساكن مقهورين، كنظن الاخ بوزيده هو اللي عطى الاخوان المعطيات، فشكرا اخواني، كنظن بان درت احاطه برك. الله يعطيك الخير، شكرا السي الامام. اولا هذا بدا من ندير واحد الاشاره، هو واحد لقاء حميمي اخوي لاول مره، كنرحبوا بك السي مخالف، كنتمنى ان شاء الله هذه تكون واحد الخطوه جديده، نفتحوا واحد الصفحه ديال العلاقات، لان الاسئله كاينه كبيره في هذه المنطقه بالذات. كنقول شكرا للذكاء السي الامين الجهاوي لاختيار هذه البلاصه، اللي عنده دلالات، جيتي قريب من الجبال، كلشي كيتحرك في هذه المنطقه هذه، وهذا الجبال كيتحدثوا لغه التاريخ والجهاد والنظام. انت كنتي مشرف على شي جبال اخرى كان فيهم واحد الكنز، واحد الثروه كبيره. هنا غادي نبدا واحد في سياق الكلام ديالي، ندخل في شق التساؤل الاول ديال مناجم سيف الريف. ربما السي قال لي عندكم مطلعين على هذا الملف هذا، كنتمنى انه ان شاء الله تحركوا شويه داك